أهلا بكم. محاور سوريا اليوم لهذه الليلة: النظام يدمج المخابرات العسكرية والجوية في سوريا بجهاز أمني واحد، ومقابلة خاصة مع المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، وأخيرا الرئيس الأوكراني يطالب بدعم أمريكي لبلاده مع توعد بوتين بالنصر مع إعادة انتخابه. أصدر رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام اللواء كفاح ملحم أصدر قرارات بدمج شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز إدارة المخابرات الجوية في جهاز واحد بتعليمات من رئيس النظام بشار الأسد. وذكرت وسائل إعلام الموالية أن الجهاز الجديد حمل اسم مخابرات الجيش والقوات المسلحة. الهوس بالحكم الأمني والولع بإعادة بناء جهاز استخبارات موحد ما زال الشغل الشاغل لبشار الأسد، وهو ما ظهر جليا من خلال خطواته المتسارعة التي بدأت بتغييرات أجراها على مستوى قيادات الأجهزة الأمنية وهيكليتها التي وضعها أبوه حافظ الأسد. فبعد الاجتماع الأخير لبشار الأسد مع رئيس مكتب الأمن الوطني وكبار ضباط استخباراته، تم الحديث عن وضع خطة إصلاح في المجال الأمني بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة. واليوم بدأت تظهر أولى نتائج الاجتماعات الأمنية، إذ أصدر رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم قرارات بدمج اثنين من أكبر أجهزة المخابرات التابعة لجيش النظام في جهاز واحد بتعليمات من بشار الأسد. وتقول وسائل إعلام موالية إن القرار يقضي بدمج شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية في جهاز واحد يحمل اسم مخابرات الجيش والقوات المسلحة، في حين لم تذكر أي معلومات إضافية عن من سيترأس الجسم الجديد للمخابرات وكيف ستكون هيكليته ومراكز انتشاره وصلاحياته. على مدار الخمسين عاما الماضية قادت أجهزة الأمن التابعة للنظام حملات من القمع غير المسبوق ضد المعارضين السياسيين المحتملين للأسدين الأب والابن، وازداد نشاط الفروع الأمنية ونفوذها وتحركاتها، وأحكمت قبضتها على مفاصل الحياة في سوريا، وارتكبت جرائم وانتهاكات لا تمحوها التغييرات البنيوية. نقاش معي من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الزعبي. أهلا بك عميد أسعد. ومعي من الدوحة عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني. أهلا بكما. أبدأ مع عميد أسعد. إذن دمج شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز إدارة المخابرات الجوية في جهاز أمني واحد، ما الذي تقرأ في هذا القرار عميد أسعد؟ مساء الخير لك وللضيف وللسادة المشاهدين، وأرجو أن تعطيني وقت كافي لأنني أعرف كفاح منذ حوالي أكثر من 40 عام. أولا وقبل كل شيء، يعني ما يسمى جهاز المخابرات الجوية لم يكن موجودا قبل زمن حافظ أسد. مع بداية حافظ أسد شكل كل العصابات، شكل عصابة إسرائيل الدفاع وإسرائيل الصراع و
الحرس الجمهوري، بعدين كان الموكب، ثم أيضا شكل سرية تسمى سرية مخابرات في قيادة الرائد محمد الخولي، والتي بدأت تكبر شيئا فشيئا حتى أصبحت إدارة مخابرات جوية. وهذه الناحية النقطة الأولى. النقطة الثانية، في كل دول العالم فقط يتواجد إدارتين المخابرات، إدارة أمنية مدنية وإدارة عسكرية، يعني تسمى إدارة أمن الدولة تتعلق بالمدنيين، وإدارة عسكرية تتعلق بالجيش ككل. اليوم نحن عندنا بسوريا المكشوف فقط هو أربع إدارات، إدارة أمن الدولة وشعبة الأمن السياسي وشعبة الأمن العسكري وإدارة المخابرات الجوية، هذا المكشوف. لكن طبعا كل إدارة من هذه الإدارات يعني تضم حوالي 18 فرع في العاصمة وفرع في كل محافظة، 15 فرع، يعني عمليا حوالي 33 فرع في كل سوريا لكل دائرة من هذه الدوائر المكشوفين طبعا. ومعروف تماما المواطن السوري يعني تقريبا مخصص حوالي 110 مواطنين لمراقبة كل مواطن سوري، والحمد لله يعني الواحد بيأكل بيشرب بينام حتى بحلمه في ناس تراقبه وتسجل ماذا يحلم. هذه قضية الأمن في سوريا. أعود إلى قضية كفاح ملحم، هذا المهبول الذي كفاح ملحم كان مبعد تماما عن دائرة باسل بشكل كامل، لأنه كان من أقرباء باسل يعني أو من المقربين لباسل باعتبار هو ابن اللواء محمد الملحم صديق حافظ أسد. فلذلك عندما مات باسل أبعدوا كل من كان في دائرته ومنهم كفاح، أبعد إلى الكتيبة الثالثة في المدرعات في اللواء 104، وبقي حتى رتبة عميد. عندما بدأت الحرب يعني الثورة السورية الكبرى بدأ يعني ينشط كفاح من أجل أن يثبت لبشار أنه هو مجرم من الدرجة الأولى، ويعني بدأ حقيقة بارتكاب جرائم كان كبيرة جدا، يعني ربما تنظر أو تجر إليه نظرة بشار الذي بدأ يعينه، ثم انتقل المخابرات وهكذا. اليوم لما بنتقل كفاح ملحم من رئيس شعبة مخابرات عسكرية إلى مكتب الدفاع الوطني وبلم حوالي أو استدعى حوالي 50 ضابط برتبة لواء من القدامى الذين ثبت إجرامهم بدرجة ممتاز، يعني كل مجرم اليوم انتقل من كفاح ملحم من مجرم عسكري إلى مجرم أمني، كان مجرم بواسطة البندقية والدبابة وإلى آخره، اليوم هو مجرم بالاعتقالات والاغتيالات والسلب والنهب والاغتصاب وإلى آخره. يعني إذا نحن ننتقل من إجرام إلى إجرام أكبر. هؤلاء جميعا يسموا حقيقة شياطين الإنس، هؤلاء هم شياطين الإنس، يذكرون حقيقة بنكرة كانت تتحدث بها المدارس قبل حوالي 50 عام، أن هناك مدير مدرسة ربما كان اسمه ماهر الجحش، ثم طلبوا من تغيير اسمه فانتقل من ماهر الجحش إلى كفاح الجحش، وهكذا. هذه التغييرات التي تجري والتي هي طبعا بطلب روسي. وبالمناسبة يعني هذه المدرسة الأمنية الموجودة في سوريا بالفروع الأمنية العديدة تماما والضغطة والقبضة الأمنية الفولاذية الكبيرة حقيقة في سوريا، هم تربية أولا تربية مدرسة الكيجيبي والمدرسة حتى السافاك في إيران، حتى الموساد الإسرائيلي هم أيضا خبراء بينهم، واليوم هم يطورون أنفسهم عن طريق الحرس الثوري. هل بقي إجرام في العالم أكثر من هذا الإجرام؟ لذلك عندما نقول والله انتقل كفاح ملحم من هون إلى هون، ولا غسان إسماعيل اللي هو أخو زوجته لكفاح ملحم، ولا قحطان خليل، ولا كل هؤلاء المجرمين، حقيقة يريد بشار الأسد بهذه الطريقة أن يثبت للعالم أنني سأستمر بإجرامي، اعملوا ما تشاؤون، افعلوا ما تشاؤون، ساستمر اجرامي. ماذا يعني ان تنتقل اداره مخابرات جويه الى اذا شعب مخابرات عسكري؟ او قبل شهرين انتقل الفرع 216 او 211 الى الفرع 227، هو يعني الاجرام واحد عميد اسعد صحيح، لكن يبدو النظام وبشار الاسد مهووسا بتغيير قيادات الاجهزه الامنيه في الاونه الاخيره. سيد عبد الله، لماذا برايك؟ مساء الخير سيدتي لك والسياده العميد اسعد وللساده المشاهدين. اهلا بك. أتمنى تعطيني وقت أحكي عن الحديث عن الدمج. أنا من خلال الجهاز الأمني اللي كنت أشتغل فيه، جهاز الأمن السياسي، أذكر أول مرة تم بحث فيها موضوع دمج الأجهزة الأمنية كانت عام 2004. في تلك الفترة أثيرت أسئلة، من سوف يدمج مع من؟ أمن الدولة مع الأمن السياسي، ما الأمن السياسي مع إدارة أمن الدولة، المخابرات الجوية مع شعبة المخابرات العسكرية أو العكس، كيف سوف تكون الصلاحيات؟ وهكذا انشغلنا على ما أعتقد عدة أشهر نحن والرأي العام، ثم بعد ذلك تبين أنها مجرد إبر مخدرة، ربما كان هناك ظرف في ذلك الوقت أراد النظام تمريره. بعد 2011 انتهى الحديث عن الدمج، وبات الحديث عن إصلاح الأمني، إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية هو أحد مطالب الشعب السوري، ليس مطلب فئة معينة بل هو مطلب 24 مليون سوري. ومع ذلك لم يستجب النظام ورفضوا مثل ما رفض كل آلية الانتقال السياسي. الآن بات هناك أجهزة أمنية أجنبية على الأرض السورية موجودة وملاحظة،
على سبيل المثال أستطيع أن أذكر منها وحدة الاستخبارات الداخلية 900 التابعة لحزب الله، وحدة استخبارات الخارجية 910 التابعة لحزب الله، أيضا استخبارات الحشد الشعبي، استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الاستخبارات العسكرية الروسية، كلها موجودة على الأرض السورية وتزاحم الأجهزة النظام على الصلاحيات والولاء. بل أكثر من ذلك، باتت أجهزة النظام موزعة الولاء بين هؤلاء الفاعلين الأجنبيين المتدخلين. هؤلاء الفاعلين وضعوا حدود لصلاحيات الأجهزة الأمنية التي يفترض بين قوسين أن تكون وطنية، وبات هناك مربعات أمنية خارجة عن صلاحية النظام، يعني لا يمكن لهذه الأجهزة الأمنية أن تدخل إلى المربع الأمني التابع حزب الله أو التابع للحرس الثوري الإيراني أو غيره. حتى الفرع الواحد، على مجرد الفرع الواحد، بات هذا الفرع، ضباط هذا الفرع موزعين الولاء بين الروس، الاستخبارات الروسية أو الاستخبارات الإيرانية أو غيرهم، وغالبا ما يكون الولاء للجهة أو للمربع الأمني المسيطر على المنطقة التي يتواجد فيها هذا الجهاز. الخلاصة أنه أي حديث عن الدمج هو مجرد دعاية يريد النظام أن يقول منها لمؤيديه أولا وللآخرين، سواء كانوا سوريين، أعتقد هو لا يعبأ كثير برأي السوريين، للآخرين الخارجيين أنه يقوم بإصلاحات. مؤيدو النظام باتوا متضايقين جدا من تصرف الميليشيات الأجنبية علاوة على السورية، وتحديدا الميليشيات الإيرانية. أنا أتحدث عن الحاضنة التي يقول النظام أنها حاضنته، عن مؤيدي النظام أو الذين قاتلوا معه. بعضهم بات يتحدث علانية عن خوفه من التشيع. العلويون باتوا يخشون أن يأخذهم التشيع في تياره. بعضهم بات يتحدث علانية وصراحة عن سرقة الموارد الروسية من قبل روسيا وإيران. هكذا، في ظل هكذا ظرف، يكون الحديث عن إصلاح المخابرات ضربة إعلامية قوية أقوى من أي حديث آخر، لأن إصلاح المخابرات يعني أنه يجب أن يجر وراءه إصلاح باقي أجهزة النظام. لكن أعتقد أن أي إصلاح بدون جدول زمني محدد وبدون جهات رقابية ذات صلاحيات وخطة إصلاح محددة الأهداف تكون جزء من خطة إصلاح شامل للجهاز الحكومي ككل وللدولة السورية ككل، هو محض هراء وكلام فارغ لا يؤدي إلى أي نتيجة. عميد أسعد، هذه المسرحية، مسرحية الإصلاح، إصلاح الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، من يطلبها من حلفائه؟ روسيا أم إيران؟ ولماذا؟ يعني هذه الطريقة على فكرة معممة بروسيا ومعممة إيران. يعني هناك جزء من هذه المسرحية ينفذ بإيران خلال سنوات الخميني، وكذا حتى أيضا خلال فترة الشاه كان هناك أيضا قضية أو طريقة تغيير الأجهزة الأمنية، وكذلك الأمر في روسيا. لكن دعيني أكمل ما تحدث فيه الضيف الكريم حقيقة السيد عبد الله، بأنه يعني قضية الصراع بين الفروع وبين الإدارات بلغ الذروة، لأن الصراع هو صراع المكاسب. يعني الجميع، كل هذه العناصر من مدير الفرع أو رئيس الفرع أو من مدير الإدارة حتى آخر عنصر، جميعهم حقيقة يعني يجيدون القتل، الدمار، الحرق، الاغتصاب، السلب، السرقة، التعفيش، كلهم يجيدون هذا. لكن من المفترض حسب الطريقة التي تعمل بها المخابرات أن هناك يعني الصغار الكسبة كما يسمون، يعني الصغار، العناصر الصغيرة، هي صغار الكسبة يكسبون ثم يعطون إلى المستوى الأعلى، والمستوى الأعلى يعطي إلى المستوى الأعلى، من وهكذا تصل بعض الحصص إلى مدار إدارات. تبين أن هناك إدارات تكسب أكثر من إدارات، وخاصة لماذا قاموا بعملية اعتقال كافة الضباط وعناصر وصف ضباط فرع سعسع، وكذلك ليس فقط فرع سعسع بس حتى الفرع الدوريات، وهناك بفرع التحقيق، وهناك حتى بالفرع 235 عندما تم حرقه قبل حوالي 3 سنوات. إذن هناك مراقبة من المخابرات على المخابرات لمن يكسب أكثر ولمن يسرق ولمن يعفش أكثر، وبالتالي أصبح رئيس الفرع أو مدير إدارة لا يصل أي شيء من هذه المكاسب. وأضيف إلى ذلك، فوق قضية المكاسب ليس له أي صلة أو ليس له أي أوامر سيادية يستطيع أن يتصرف بها بإدارته، وأصبح محض مراقبة من الإيرانيين ومن الروس. يعني هو يخشى من الروس فيصادقهم،
يصاحبهم يجايرهم يسايرهم كما يريدون، وايضا يعني يخشى من الايرانيين اي عنصر ايراني موجود بالحرس الثوري. مجرد ما بشر لبشر الاسد اللي هو رئيس الفرع الفلاني او مدير الاداره الفلانيه يعمل كذا وكذا وكذا، اذا خلاص تعتبر شهاده حق، وبالتالي يجب ان يتصرف بشار الاسد حيال هذا الضابط. لذلك هم يسايرون الروس ويسايرون الايرانيين ويسايرون حزب الله، وبالتالي لم يعد لديهم اي قرار، فقط قرارهم حتى بالمكاسب اصبح من اضعف ما يمكن. ولذلك هذه المسرحيات اختي الكريمه جددت او تميزت وظهرت في روسيا وظهرت ايضا في ايران، واليوم حتى نراها في اسرائيل. لكن يعني اذكرك والساده المشاهدين ان هذا التغيير الامني يساير ويرافق التغيير الامني لدى جولاني، يعني هذه العصابات الاجراميه التي تتميز وتميزت بالاجرام الكبير في دمشق او في سوريا والذي لم يعهده التاريخ، هذا هو عملهم، تغيير المجرم من هنا الى هناك. ويعني عمليه يعني مقارنه من هو الاكثر اجراما، من هم ان يكون اكثر اجراما يجب ان يكون في المركز الاعلى او المنصب الاعلى. هذه هي حقيقه النظام. ولذلك عندما نتحدث مسرحيه هل هذا هو التغيير، يعني حقيقه لو تحدثنا امام كل العالم حتى من لا حتى من يجهل الامن، يعني حقيقة حديث يدعو للمسخرة يدعو للاستهزاء، هذا هو التغيير الأمني المطلوب؟ نقول التغيير الأمني أن تكون كل العناصر الأمنية طيب لكن يعني تخاف على الوطن، تخاف على المواطن، لكن تحمي المواطن ولا تقتل المواطن. لكن سيد عبد الله، ألا تتفق معي بأن هذه المسايرة وإن كانت مسايرة لأطراف خارجية لكنها تحمل في طياتها إغضابا لأطراف أخرى كانت تستفيد من هذه المناصب؟ أعتقد أن المسايرة يعني هي مفروضة فرض. الأجانب أو المتدخلون الفاعلون الأجانب باتوا أصحاب سلطة في سوريا، لم يعودوا ضيوف، باتوا هم أهل الدار، وبات أهل الدار هم ضيوف على موائد اللئام. أعود للحديث عن موضوع الدمج، أنا أتحدث مثلا وأطرح موضوع وقسي على ذلك. أذكر قبل الثورة ببضع سنوات تم الحديث عن تحديد الصلاحيات، أي أن يتم تخصيص الأمن السياسي بالأمور التي تتعلق بالمواطنين المدنيين، وعلى أن لا يتدخل على سبيل المثال الأمن العسكري أو المخابرات العسكرية في هذا الشأن. أنا كنت ضابط في الأمن السياسي، حقيقة نحن ما كنا نقوم به من دراسات على سبيل المثال توظيف للناس المدنيين أو دراسات أخرى كان يقوم بها الأمن العسكري. يعني حتى وإن كانت هناك أوامر كتابية مكتوبة عليا، إلا ما الأوامر الشفهية والأوامر الداخلية أن تابع عملك كما كان، ولا يوجد أي تغيير. للحديث مرة أخرى عن إدارة المخابرات الجوية، إدارة المخابرات الجوية أثبتت جدارتها في القتل والإجرام بعد انطلاق الثورة. قبل 2011 لم يكن هناك أي حضور لإدارة المخابرات الجوية، حتى كانت يعني حتى مواقعهم محدودة الانتشار. بعد 2011 أثبتت جدارتها صحيح. في القتل والإجرام. وهذا يعيد إلى السؤال الذي سألته لك سيد عبد الله ولم تعطني إجابة وافية عنه. يعني دمج الآن هذه المخابرات الجوية مع شعبة الاستخبارات العسكرية بجهاز أمني واحد سيغضب أطراف داخل هذه الأجهزة الأمنية وسيفتح أبوابا موصدة كانت يعني تسد الريح والإزعاج عن النظام. لا سيدتي، لا يفتح أبواب موصدة. كل من هو في الأجهزة الأمنية هو تابع ومقدم الولاء سابقا لبشار الأسد، وهو مجرد رقم عندما تنتهي صلاحيته يتم إبعاده خارج السلطة. أما موضوع دمج المخابرات الجوية في شعبة المخابرات العسكرية فما الذي سوف يغيره؟ المفروض أن تكون أصلا إدارة المخابرات الجوية غير موجودة، ومثل ما تفضل سيادة العميد أسعد هي أوجدت بعد ثورة 8 آذار وأوجدها حافظ الأسد لحماية مطار الضمير الذي هو كان قائد قاعة الضمير الجوية في ذلك الوقت. لن يغير من واقع الأمر شيء، ولن يزعج أطراف داخلية، يعني لن يتجرأ أي ضابط في المخابرات الجوية أن يقول كيف سوف تحيلوني على التقاعد. طيب. أبدا هذا طبعا لن يغير من واقع الأجهزة الأمنية بالنسبة للسوريين، لكن عميد أسعد يعني لم يتم ذكر أي معلومات عن من سيترأس هذا الجهاز الجديد للمخابرات، أين سينتشر، ما هي صلاحياته، ما مدى الإمكانيات والهوامش التي ستعطى له، ما المرجح حيال ذلك؟ تمام. يعني أولا
طبعا بالمناسبة أنا يعني كفاح ملحم عندما انتقل إلى مكتب الأمن الوطني، وسابقا كان مكتب الأمن القومي وكان تابع للقيادة القومية، وكان أحد يعني مسؤول عن هذا المكتب، ويجب أن يكون عضو قيادة قطرية تحديدا، مثلا كان عبد الرؤوف الكسم أو يعني غيره من الذين استلموا هذا المنصب. لكن أقول يعني أعيد ما تفضل به الضيف الكريم عبد الله من دبي، يعني عندما نتحدث عن إدارة مخابرات جوية راح أضرب لك مثال شو هي مخابرات جوية. فيها فرع يسمى فرع الحاسوب، وفيها فرع المداهمة، وفيها فرع التحقيق، وفرع فيع المنطقة، وفيها فرع الأمن الجوي، وفيها فرع الشؤون الإدارية والشؤون الفنية، وفرع الإرهاب، وفرع أمن الطيران. هذه الفروع كلياتها لو أخذت شعبة الأمن العسكري فيها نفس الفروع. ولذلك المواطن عندما يطلب إلى تحت يعني فرع من الفروع مثلا يتابع أو يعني يجب أن يراجع إدارة المخابرات الجوية بعد أن يعطى إعفاء من إدارة المخابرات الجوية أنه بريء من التهمة الملصقة عليه، يجب أن يذهب إلى الأمن السياسي ثم إلى الأمن العسكري ثم إلى أمن الدولة. يعني مثل ما تفضل الضيف، نعم يعني الأمن العسكري يتدخل بكل شؤون الدولة، الفلاحين والعمال والموظفين والمدنيين والعسكريين، وكذلك المخابرات الجوية، وكذلك إدارة أمن الدولة، وكذلك إذا يعني أي مخابرة هذه في العالم ككل؟ يعني المواطن السوري لا يعرف حقيقة، يعني حتى لا يعرف لأي جهة ينتمي ولا لأي جهة يسير. هذا هو حال الواقع السوري. ذلك كان يجب أن يكون المواطن يعني مثل مجنون أهبل مش عارفان وين بده يروح وين بيجي. هذا هو دور الأمن. ولذلك ماذا سيغير؟ يعني أعتقد كفاح الحم عندما يعني ربما اقترح هذا المقترح ليقول أنه غير، ويقول أنه يعني عمل، يعني كان أنا أذكر إلى الآن كان عندما تستلم أحد القادات على يعني من خلال يعني حياتنا العسكريه، القائد كان يعين شخصيات معينه في مناصب، من يستلم بعده يعني بيشيل هذلاك وبحط غيرهم، وهكذا بهالشكل. هذا هذه التغييرات التي ينفذها النظام من اجل ان يعطي رسائل للدول العربيه التي تطالبه بالتغيير. ولكن طيب. اقول لك يعني هل عفوا من سيستلم؟ بالتاكيد سيكون هناك اكبر المجرمين، اكبر المجرمين هم هؤلاء جميعا، كل رؤساء الفروع، كل مدراء الادارات، كل قادة الفرق، كلهم مجرمين وكلهم متميزين بالإجرام، فجاهز أي واحد منهم ينفذ هذه من أسهل مهمة على شياطين الإنس أن يكون مجرما. طب إن كانوا هذه مهمة سهلة. نعم، إن كانوا يشتركون بهذه الصفة، صفة الإجرام، لكن ثمة خلاف الولاء لمن؟ لروسيا أم لإيران سيد عبد الله؟ الشخصية التي ستستلم على من ستكون محسوبة برأيك؟ طبعا الولاء مقسم، أنا كما ذكرت حتى ضمن الفرع الواحد هناك أحيانا يكون رئيس الفرع يدين بالولاء لروسيا ومعاونه المنافس له يدين بالولاء لإيران. بالنسبة لجهاز المخابرات الجوية هو معروف بولائه لإيران، وجميل حسن كان ولاؤه لإيران. بالنسبة لكفاح ملحم، كفاح ملحم ولاؤه كان لروسيا عندما كان رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ورئيس الجهاز الحالي أيضا ولاءه لروسيا أو هكذا يجب أن يكون. فموضوع الولاء لروسيا أو لإيران، أعتقد هذا الموضوع إذا كان، طبعا أنا أرفض يعني وجود هكذا إجراء أو أنها كلها مجرد إشاعة، حتى الصفحات التي تناقلتها ليست صفحات شعبية، هي صفحات أعتقد وراءها الجيش الإلكتروني التابع للنظام. لن يضر سواء كان الولاء لروسيا أو لإيران. أعتقد الآن الولاء أو القوة الأكبر المسيطرة على الساحة السورية عسكريا واستخباراتيا هي إيران. تحاول روسيا منافسة إيران في بعض المواقع، أحيانا على سبيل المثال في الخطوط الشمال في مواجهة الجيش الوطني، وأحيانا على حدود لحماية أو لترتيب الأمور مع قوات سوريا الديمقراطية. إيران مسيطرة سيطرة عسكرية شاملة من الشمال إلى الجنوب، تتواجد في مواقع وسكنات وكتائب وفيالق أكثر من تواجد جيش النظام. جيش النظام لم يعد هذا ذلك الجيش الذي يعول عليه. طيب. بات الميليشيات الشيعية الطائفية التابعة للحرس الثوري الإيراني هي التي أخذت على عاتقها السيطرة على الأرض من الشرق إلى الشمال، من دير الزور أقصد إلى حلب، حتى إلى خطوط التماس مع الفصائل المعارضة، وحتى إلى درعا. عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الجعبي. فاصل ونعود.